بتنضم لينا من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك نسرين. يعني لو تحدثينا الأول عن كواليس زيارة باولو جنتلوني مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد إلى تونس، إيه تفاصيل هذه الزيارة؟ صباح الخير ليندا، صباح الخير كل المشاهدين الكرام. نعم، باولو جنتيلوني كان في تونس هذا الأسبوع في زيارة تقريبا بيومين، والتقى خلالها رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الخارجية نبيل عمار ووزير الاقتصاد سمير سعيد وأيضا وزيرة المالية بغديري نمصية. واللقاء يعني تداول وتناول هذه اللقاءات في مجملها تناولت كيفية مساعدة تونس على الحصول على القرض الذي تنتظره من صندوق النقد الدولي، وهو قرض بقيمة 1.9 مليار دولار سيوجه لي يعني التعامل مع مشكلات المالية التونسية. ويعني يبدو أن المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني كان يعني يبحث مع تونس خلال هذه اللقاءات الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس هذا القرض، ومن بينها يعني الإصلاحات الهيكلية، حيث أن تونس بدأت بالفعل في بعض الإصلاحات الهيكلية، ولكنها طبعا إصلاحات موجعة للاقتصاد وتونس تدرك جيدا هذا الأمر، لذلك تتعامل معه بحذر شديد فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي ويعني إمكانية أن منحها هذا القرض. كان المفوض الأوروبي للاقتصاد يعني أكد على دعم الاتحاد الأوروبي في تونس في هذا الموضوع، وقال إنه يعني يدعم تونس في الإصلاحات التي بدأتها، وسيقوم يعني سيقومون بما يلزم في من أجل التوصل لاتفاق أو إنهاء الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، لأنه كان هناك اتفاق وكان من المفترض أن تحصل تونس على هذا القرض نهاية العام الماضي، لكن مجلس إدارة البنك أو الصندوق أرجأ أو أجل هذا يعني تفعيل الاتفاق، وبالتالي ربما تبدأ يعني المفاوضات بين الطرفين من جديد. نسرين، ماذا عن آخر ما اتفقت عليه لجنة النظام الداخلي في البرلمان التونسي؟ نعم، هذا الأسبوع من المفترض مع نهاية هذا الأسبوع سيعلن البرلمان عن نظامه الداخل، أو يعني لجنة النظام الداخلي ستقدم النظام الداخلي الجديد للبرلمان على الجلسة العامة ليصوت عليها النواب. الأعمال أو الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال هذا الأسبوع وفي الفترة الماضية كانت يعني تمحورت حول ما يمكن أن يوجد في هذا النظام الداخلي الجديد، وسيكون مختلفا عن النظام الداخلي للبرلمان السابق. والسبب هو يعني يريد البرلمان الجديد أن ينأى عن كل الصور السيئة والممارسات السيئة التي كانت في البرلمان السابق. لجنة النظام الداخلي أكدت أن يعني اتفقت حول عدد اللجان التي ستكون تقريبا حوالي 11 لجنة قارة في البرلمان، ستنظر في مختلف المواضيع التي تهم الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطبعا هناك التشريعية أيضا، الجانب التشريعي مهم جدا في هذا السياق. ويعني اقترح أيضا أو لجنة البرلمان اتفقت مبدئيا على مدونة سلوك للنائب، يعني هذه ضوابط تضبط عمل النائب وسلوكه داخل البرلمان من أجل أن تنتفي مظاهر مثلا العنف التي شهدها البرلمان السابق، تبادل العنف بين النواب، وأيضا النائي عن ما يسمى في تونس بالسياحة البرلمانية والسياحة الحزبية، حيث يمكن في البرلمان السابق كان للنواب في بعض الأحيان يعني غيروا كتلهم، استقالوا من أحزابهم وبالتالي غيروا كتلهم، وهذا يعني أدخل اضطرابات في عمل البرلمان في عدد من المناسبات، لأن تشكل الكتل غير شكل البرلمان وشكل القوى الوازنة داخل قبة البرلمان. هناك أيضا بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالتعامل مع الأعلام، حيث أعلنت اللجنة واتخذت قرار أن
يعني أعمال اللجان ستكون مفتوحة للعموم، سيمكن أن يطلع عليها العموم، وبالتالي وسائل الإعلام يمكن أن يعني تحضر هذه اجتماعات اللجان وتنقل ما يدور فيها للرأي العام التونسي والعالمي إذا كان الأمر يهم الرأي العام العالمي أيضا. وطبعا هناك بعض اللجان أعمالها في بعض الأحيان تكون حساسة عندما يتعلق الأمن بالأمن القومي، وهذا ستكون جلساتها مغلقة في بعض المواضيع تحديدا، لكن في العموم سيكون هناك انفتاح أكثر على الأعلام وتعامل أكثر بأريحية مع الأعلام في الفترة القادمة. نسرين، انطلقت بالأمس الدورة 39 من مهرجان المدينة بتونس، كلمينا أكتر عن كواليس وتفاصيل هذه الدورة من المهرجان، وكمان يوم الافتتاح كان عامل إزاي؟ نعم، هذه هي الدورة 39 لمهرجان المدينة. هذا المهرجان فلنوضح للسادة المشاهدين هو مهرجان عريق تنظمه تونس ومدينة تونس سنويا خلال شهر رمضان. تكون هناك يعني احتفالات متناسبة مع هذا الشهر، فيها تتنوع أعمالها بين الأعمال يعني والعروض، بين العروض الطربية والعروض التونسية الشعبية، وأيضا العروض التي فيها يعني تتماشى أكثر مع الفن الصوفي والإنشاد الديني. في السهرة الافتتاحية التي كانت يوم الثلاثاء 27 من مارس الجاري، افتتحتها الفنانة التونسية ألفة بن رمضان، وكانت السهرة طربية بامتياز ولقت تفاعلا ايجابيا مع العديد من يعني المتابعين، وسائل الاعلام المهتمة بشان الثقافي ووسائل الاعلام التونسية بشكل عام، وقالوا ان يعني هذا مهرجان المدينة يعود الى سابق يعني نشاطه ويعني هذا الروح الذي عرفه في السابق، لأن في الفترة الماضية كان هناك يعني كان تنظيم المهرجان اختفى لفترة، وفي العام بسبب طبعا جائحة كوفيد-19، وأيضا كان هناك في العام الماضي كان تنظيم المهرجان محتشم ليس على شاكلة هذا العام، الآن يعود بكامل نشاطه هذا المهرجان. أتمنى كل التوفيق ليك وإن شاء الله يا نسرين في هذا المهرجان. نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.